بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هل كمان تبحان ربنا أنا وهذا اللو حديث النبي عليه الصلاة والسلام والنوشيعي وضد بدن إيقارنا يعني ربنا وحيرنا أزدلتاك صار دينة إلهي سبحانه وتعالى بأنه دمي أما قرآن أما حديث بكل أنت وأنا دين لو قلت لقل إلى يوم الدين أنا ما أنا لقربة أنت أنا رشي أنا فيرنا وآيره إلهي سبحانه وتعالى إيه سنة النبي حديث أنت فيرنا أنا أسكت طبقنا هل كان كسو قلنا سيدان حقوق قادنا يعني وبحنا رشي أنا هي له نبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ومعنى هذه إسلامك وحب الله وذي سوى غريبة سوى لا أقون وروك عصب وتذكر إليه محيه أيوب بالله وذي وسيعود غريبا غريب بون غندونا وحن لا أقون بون غندونا كما بدأ سوك بالله وذي فطوبى جيد كجنة وحو أصغنا هذي أما وانا أقول أنه حيا شيء الغرباء تذكر غرباء وأن روك وذي وحصب ليهم وأن تذكرين أقون النبي عليه الصلاة والسلام مركز الزمن بائمان دونه النبي عليه الصلاة والسلام لنك إسلامك إيه أقون تيس اللولي هي تطبيق يسيه ولو الله بان دونه والله نقود دونه سيه واجي النبي عليه الصلاة والسلام أجيبه ولو له الإسلام كان محيه وعلى شيء وروح العصب محيه وهذا معنيه كتاب إلهي سنة كقرة سابت كتاب كيبان يا نلوشي لقفوهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام نلوشي لقفوهي نلوشي وحكا لأطلية خلوه مركو خفك وحي صحها الله كان لا شك ولا يابي لأن ولي جزموز المغرب وكذب روح عصبة كان ذنب اللي مر تذكي روح مجب وحن ما أن أقوم جر أبياش ما شيء جر علماء دين لجوا ما شيء ما شيء جر حديث هذا أوفر صنع وحويه كأنه ما إنه وقت كان وسم يسيه وقت كان ما كان لا هنا ووقت كسب بالله ذي يعني وقت ودرم ومشكلة أول إذا عدي وحويه مركي خلافة اللي يتخلص لكن هذا نلش إسلام أن كنا قلنا مر والب قلبه قلده كده بيزه وحبا إسبدل يجري لأن قال الله دي الرياء أعداب الدين ترت إن خربته نفسي بني آدم كضعيف وي شيطان بيجري مركا ترتيب ترتيبه وإحنا إسوس بدل يجري وقلوب البدات بدنه هراء يا وحيد يجري هذا من القيم أو إسوس يجري قرنك يستهاد يا وحليه إسلام غريب وحليه هذا ركن غريب وي وقرنك يستهاد هذا نقرني أفرت ونات بن ما شاري ونات بن كجرا معناه هذا حوي حنكفى من هالكاس إن زمنك أي كحرن ذا غربة أنت اللي أكتر معنا وسيبك إسلامك يسد اللولي يا بيه مركز يكون سبب بالعبد ذنب حياة ذنب اسم بدلي مركز مركز الدين دي إلهي سبحانه وتعالى وش هجان ابن تيمية معلم كيسي يسد إيه تذكر والله يا بيه محله يروح حاجة كانت نالي هذا مرة كورنا هذه أي كسر درس كدر صندي استدوب بغلط سنة كده هذا محاق ملا أولي دين تي مركان الله يبغى تخلصه خلافة الإسلام يودد كيسكو هذي إبرت دول الإسلام إنجيل كتاب إلهي أنا لقول أغمين ودد كيسكو مقدم ده أفراده ودد كلي كلي أبوه وعسكو هاي منجر رابط أم حرير دين أم ملا هذا الإسلام هو حوي مركان و مش قدم بزوج غربة مريه والله يابل على عمدنا وحاقه ما أنت مرجع كتاب إلهي سبحانه وتعالى هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أضوح كسر قالت إن لغلا يهاب إيوه تدك الدين توتي الإسلام قدتك أوي يري إن النقضان تد عصب يعني لا لا يهاب أو إيه قلت إيه هذا مكالمة حاجة كل حاجة تد كان تد عاد يعني تدك إيه لأنه ليهن أي لحظة كل نقضان تد عصب أو عصب لي مذكر رحتاس ومعناه أوي معناها كالوحوي إلهي سبحانه وتعالى مركو ذات كله الله وهاجي النبي عليه الصلاة والسلام ووحيه وسعده أما آياتها القرآن كل مركا فير ذات كوحى الله الله مؤمنين يا أيها الذين آمنوا بل وحكست له شيء يا أيها الذين آمنوا أي اللي مركا يا أيها الذين آمنوا مركا بحيك لي أنت وحيك لي أنت دين تام ودين جماعي ويذكو يكوض النوليهين مركا مؤمنين تيي بل لي أوامر تقارك هذا ذكر مسلمين تلا فريج
وحي شخص قفقة كل حرم صلاة ديسي يظهري صوم كيسي حج كيسي واحد مويان دينك كل قن كذا رسمي أه جماعة المسلمين ذوك صحوا معنا هذا مثلا الله محله سبحانه وتعالى مركضتك قاعد وقد جيو الله محله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرا الله عليه سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سي جماعة الله العظيم كو مركي دعوة لقاها الله يوحالي كنتم خير أمة أخرج للناس أم آم بالله هذا يا معنى هذا محينا تسيسا مر وحينا تسيسا غربة أقدر الماشي إيه كجرت ووحي عام أخو كسو حضاتك أمة المسلمة بل يا مانت أمة المسلمة مثلا بل آيريه dadka umada muslimada ku socday xagee ku dhacayaan maalay ku dhacaan mamal qof qaadaya mamal laana dowlad baan jirin iyo dad u taagan oo xiriirkooda iyo walaalooda ama isbahaysigooda u yahay diin u yahay mamal jirto qof walba gaarkiisa u nool yahay marka aayadaha gaarka ayuu qof walba tabaqaya waxa kala miya waxay u taala yaani lama yaqaan dadkii isu taaga marka oo yaa warni waxan ma soconaysaa diinta ilaahay loo soo noqdo ayaa waxa dadkii oranayaan marka waliyo jamaacadkii abatay jamaacad jamaacow badiinay dadka u yeeras waraad jamaacad sida kaliya oo diin lagu dabaq karo waa inta la soo yimaado la isu kaalmaysto oo ilaahay dadka diinta lagu yar waaba sida kaliya amaliga ah hadii kale si loo fulinayo waa mirtaas Allah subhanahu wa ta'ala waxa noqonaysa qof walba shakhsi baa tahay noloshaada kaliya iska wado umad muslima ma jirto dowlad muslima ma jirto saas qofka ku dhimanaya waan arin weyn oo خلاص وين وكرالنا هذه ذات كساس يقوده تجان لكن ذات قاركات هذه يستجان وهو شاس يقمن وحنعكرت أنت كله هنا يقدر يستجان حق صور رعان مرك أرنتي غريب كمرك مع النقضي دينتي وحياة بدن أي ذات كوع أسبوع هذا كي أسبوع هذا إن كلمة طريق اللور هذين هي بعدنا غريب نقضي وجماعة إسك عادي هي وضد الإسلام هذا الدين تلا يسمع ورا رغانة وين الإسلام دي بقى إذا نهيم dadka caadiga ah markii wax raadinayaan ay si jamaac ay ku raadsadaan qabiilka dadka maxay isugu dhagan yihiin laana fardi haddu qofkii waa la cunaya ama shaqo laga qabanaya marka qabiilka dadka waxay uga fuqila yihiin waxa way badbaadaysa ku jirta dadka iskaalmeen lahaa hadii wan dib u ka yimaado dadka kaalmeen lahaa haduu dhaaf iyo wanaag u rabana dadkii u gurman lahaa qabiilka marka wax la isugu dhajinayo waxa way is-aansho iyo walaal baa lagu haysta allahna wuxuu rabaa walaaga islaannimadu walaaqi islaan nimada marka maanta qofkii dadka ugu yar waxa leeyahay waa wax cusub oo keenay war maxay tahay waxan sabta kale aan baa wariyay loo noolan jiray Soomaali hadaanahay iyo caalamka islaamiga wayan dambo dhan sida khilaafadii u dhacday marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan u laabano u qararno oo aan laraan war qoladan hay aan diinta ilaahay u jeedsanno intaas aan laga rabaa qof walba uu isay u taala sida uu raadin la wabillahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.